بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات الطالبات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة في طريق تنظيم المجتمع كنا نتحدث عن أهم المشكلات التي يواجهها الأخصائي الاجتماعي في عمله كأخصائي اجتماعي لتنظيم المجتمع، كأخصائي تنظيم مجتمع. من هذه المشكلات مشكلات تتعلق بعدم تفهم دور الأخصائي الاجتماعي، ومشكلات تعود للمنظمة التي يعمل فيها المنظم الاجتماعي، ومشكلات تتعلق بالرؤساء. اليوم سنتعرض إلى مشكلتين، مشكلة تتعلق بالتدريب، ومشكلة أخرى اللي هي الإعياء المهني، وبعد ذلك سننتقل إلى موضوع يعني جديد في هذه المحاضرة، وهي اتجاهات معاصرة في طريق تنظيم المجتمع، وأيضا موضوع آخر اللي هو عن المشاريع المقترحة في تنظيم المجتمع، كيف نعد المشروع في طريق تنظيم المجتمع. طبعا بالنسبة للمشكلات اللي تتعلق بالتدريب، أحيانا بعض المؤسسات لا تتيح فرص التدريب للعاملين فيها، ومن بين هؤلاء العاملين الأخصائي الاجتماعي. ولذلك أحيانا يعني في مشكلة يعني أساسية في تدريب أخصائي تنظيم المجتمع. طبعا بدنا نعرف الأسباب والعوامل وراء هذه المشكلة، لماذا هذه المشكلة التي تواجه الأخصائي الاجتماعي اللي هي مشكلات تتعلق بالتدريب. أول مشكلة من أول سبب من هذه الأسباب هو يرجع إلى الأخصائي نفسه، عدم رغبته في التدريب، عدم رغبته في الحصول على دورة تدريبية أو في تطوير نفسه في برنامج تدريبي. هذا بعود لأسباب كثيرة، من هذه الأسباب اللي هي عدم رغبة الأخصائي، عدم رغبة الأخصائي في التدريب تعود لأسباب كثيرة. ربما يكون السبب مادي، يعني هذه ترجع إلى أن يقوم الأخصائي بدفع رسوم للدورة التدريبية وهو لا يوجد معه أو لا يستطيع تحمل تكاليف الدورة التدريبية. في سبب آخر قد يكون سبب نفسي أو اجتماعي يعود للأخصائي نفسيا لا يريد أن يتدرب في دورات تدريبية جديدة، قد يكون لأسباب اجتماعية تتعلق بالأخصائي الاجتماعي. إذن هذا السبب الأول هو عدم رغبة الأخصائيين ودفعيتهم للتدريب. السبب الثاني عدم إيمان بعض المؤسسات بالأهمية التدريب. أحيانا لا تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تدريبية للعاملين فيها لعدم اقتناعها بأهمية هذه الدورات. إذن السبب هذا يعود إلى من؟ إلى المؤسسة التي لا تؤمن بالتدريب. أيضا في سبب آخر عندنا عدم توافر مؤسسات التدريب والمدربين المناسبين، يعني عدم وجود مؤسسات ولا مدربين يعني صالحين للعمل التدريبي يعني للقيام بدورات تدريبية. لا يوجد مدربين ولا يوجد مؤسسات تتبنى عملية التدريب للعاملين في المؤسسات المختلفة. أيضا في سبب رابع عدم مواكبة التغييرات والمستجدات عالميا وإقليميا، يعني عدم متابعتهم. ولذلك هنا دائما بحبوا بعض المؤسسات أن يبقوا على ما هم عليه في القديم ولا يريدون التجديد، فهذا أيضا من عوائق التدريب، عدم رغبة المؤسسات في تطوير أنفسها وتطوير العاملين فيها عن طريق عقد دورات تدريبية جديدة للاطلاع عما يحدث في العالم من مستجدات، فهم يرضون بما هم عليه من القديم ولا يريدون تطوير أنفسهم. وهذه طبعا كلها يعني سبب من أسباب اللي هي المشكلات اللي تتعلق بالتدريب. طبعا بتلافي هذه الأسباب نستطيع أن نوجد فرص للتدريب للعاملين من الأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم في مؤسساتنا الاجتماعية.
طبعا التدريب مهم جدا، ودائما لابد من المتابعة الجديد ومتابعة الأشياء الجديدة في النمو المهني أو في العمل المهني اللي هي في مهنة الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع خاصة. لابد المؤسسات أن تعقد دورات تدريبية للعاملين فيها، ومن بين هؤلاء العاملين الأخصائيين الاجتماعيين هم المنظمين الاجتماعيين لمعرفة التطورات الجديدة في ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع خاصة. في عندنا حاجة اسمها الإعياء المهني، هذه من المشكلات أيضا اللي بواجهها الأخصائي الاجتماعي، مشكلات الإعياء المهني. من خلال هذا المفهوم الإعياء يعني مرض، لذلك إحنا أحيانا بنقول واحد مريض، واحد عيان، عيان يشعر بإيه العيان هذا؟ بالمرض والإرهاق والتعب وعدم القدرة على القيام بعمله، عدم الرغبة في العمل فلذلك من هنا الإعياء المهني هي الإحساس بعدم الرغبة في العمل. طيب لماذا عدم الرغبة في العمل؟ قد يكون لأسباب اللي احنا بنسميها الإعياء المهني. الإعياء المهني، عدم الرغبة في العمل، وإحساس الأخصائي أحياناً بالتوترات، بالتوتر دائماً المستمر، يشعر بأنه متوتر ويشعر بأنه غير قادر على إنجاز عمله. واضح؟ هذا الإعياء المهني. إذا الإعياء المهني هو الإحساس بعدم الرغبة في العمل وعدم، وبالتالي اللي هو إحساس الأخصائي بالتوتر المستمر. طبعاً الإعياء المهني بيظهر على شكل مظاهر، من هذه المظاهر يظهر اللي هو دائماً عدم فصل الأخصائي بين حياته المهنية والخاصة، لا يفصل بين المهنة التي يعمل فيها وبين وضعه الخاص، ظروفه الخاصة. لا يفصل بين حياته المهنية الأخصائي وبين ظروفه الخاصة. أيضا تقليل الاتصال بالعملاء بشكل ملحوظ، لا يرغب في مقابلة العملاء المستفيدين من الخدمات، خلاص بيشعر بنوع من العزلة، يعزل نفسه عن مقابلته ولا يكون هناك رغبة لديه في مقابلة المستفيدين من خدمات المؤسسة، هذا نوع من الإعياء المهني. أيضا بذل مجهود في العمل دون شعور الأخصائي بأن هذا المجهود يحقق نجاح يوازي هذا المجهود، يعني دائما بيبذل جهد، بيعمل دائما حد بيجي لكن مش حاسس انه العمل تاعه هذا يعني بحقق شيء او بحقق نتيجة، هذا برضو شعور بالإعياء المهني. زي واحد يجي الدوام من الصباح الى نهاية النهار ويقول في الاخر انا ما عملتش حاجة، وهو طول اليوم يعمل ما فيش، مش حاسس بانه انجز شيء. فلذلك هنا بيبذل مجهود وفي النهاية لا يشعر بان هذا المجهود يحقق نجاح يوازي هذا المجهود الذي يقوم به. طبعا في أسباب للإعياء المهني، من أسباب الإعياء المهني اللي هو عدم تمكن الأخصائي من تحقيق بعض أهدافه المهمة، فهنا بيتولد لديه إحساس بالإحباط، شعور بالإحباط. واضح؟ هذا سبب من أسباب الإعياء المهني. أيضا سبب آخر وجود ظروف عمل غير ملائمة أو غير مشجعة، العمل اللي هو فيه في المؤسسة غير مشجع أو غير ملائم له ولوظيفته ولعمله. أيضا إحساس الأخصائي أنه مطالب بالتوفيق بين تعليمات ومتطلبات متضاربة، أحيانا قد يكون له أكثر من رئيس وكل رئيس بحاول يديله إيه القيام بعمل، أو لو كان رئيس واحد يقول له اعمل كذا وفاجأة يقول له لا اعمل كذا، إذا هذه كلها أعمال إيه متضاربة، فهنا بيحس بنوع من الإعياء المهني. واضح له عدم الرغبة في العمل، أنا بعمل شيء وبعد ذلك تقول لي اعمل عكس هذا، هذا إيش يسمى؟ أعمال متضاربة ومتطلبات متضاربة وتعليمات متضاربة. عدم وضوح دور الأخصائي بالشكل الكافي، بيعمل في مؤسسة لكن مش حاسس ما هو دوره بالضبط، وهذا يسبب له الإعياء المهني. عدم وضوح الدور المطلوب من الأخصائي في المؤسسة يسبب له اللي هي مشكلة بنسميها مشكلة الإعياء المهني، هذه من الأسباب اللي هي بتسبب الإعياء المهني. هذه طبعا المشكلتين التدريب والإعياء المهني
بنوصلهم بالمشكلات التي يواجهها أخصائي تنظيم المجتمع. اليوم سنتناول موضوع جديد وهو موضوع اتجاهات معاصرة في تنظيم المجتمع. نأخذ هذا الموضوع، الاتجاهات المعاصرة. إيش هي الاتجاهات المعاصرة؟ طبعا اتجاهات معاصرة دائما نحن نمر بتغييرات متسارعة في كل المهن. هناك تغييرات جديدة تحدث نتيجة التغير والتغيير الذي يحدث في المجتمع، فلذلك من هنا توجد تغييرات متسارعة في المجتمعات المعاصرة، هذه بيتبعها تغيرات سريعة أيضا في طريق تنظيم المجتمع وغيرها من الطرق الخدمة الاجتماعية، الفرد والجماعة والطرق الأخرى والبحث والإدارة، ولذلك هذه كلها بيحدث فيها نوع من التغييرات، لكن احنا هنا بنركز على التغييرات في طريق تنظيم المجتمع. طبعا من هذه التغييرات في البلدان العربية طبعا حدث تغيير في الخدمة الاجتماعية واتجاهات معاصرة في الغرب ومن ثم في الدول العربية. سنتناول التغييرات في الغرب، إيش حصل في الاتجاهات العالمية بالنسبة لطريقة تنظيم المجتمع. طبعا في عدة تغييرات حصلت في طريقة تنظيم المجتمع في الغرب. أهم هذه التغييرات، أول هذا التغيير الاتجاه إلى الخدمات المباشرة. كان زمان طريقة تنظيم المجتمع تعمل في خدمات غير مباشرة عن طريق التنسيق بين الأجهزة التنسيقية، تقدم يعني خدمات تنسيقية فقط، لكن اليوم أصبحت طريقة تنظيم المجتمع بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم الخدمات التنسيقية بتقدم خدمات مباشرة من خلال المؤسسات التي تعمل فيها. طبعاً في عندنا يعني كثير من هذه المؤسسات اللي بتقدم خدمات مباشرة مثل مجالس الجيرة ومراكز الخدمات، التجمعات المحلية التي تقدم خدمات مباشرة. أيضا الاهتمام بالتنمية المحلية. طبعا اليوم التنمية لا تحتاجها الدول الفقيرة فقط، بل تحتاجها الدول الفقيرة والدول الغنية. التنمية مثل ما تحتاجها الدول الغنية الفقيرة تحتاجها الدول المتقدمة حتى تكون مستمرة في التقدم. فالتنمية تنطبق على الدول الفقيرة وأيضا التنمية تنطبق على الدول الغنية والمتقدمة. فلذلك هذا اتجاه اليوم في طريق تنظيم المجتمع بدأ يأخذ بالتنمية في كافة أنواع المجتمعات، سواء كانت مجتمعات متخلفة أو مجتمعات متقدمة. واضح؟ هذا مفهوم لابد أن نعرفه في طريق تنظيم المجتمع، يعني لا نركز على التنمية في المجتمعات الفقيرة فقط، وإن كنا نحن نحتاج إلى تنمية أكثر في المجتمعات الفقيرة أو النامية، لكن أيضا نحتاج إلى تنمية مستمرة في المجتمعات المتقدمة حتى لا تتراجع إلى الوراء ويحدث فيها نوع من التخلف وغير ذلك. هذا اتجاه يعني أيضا من الاتجاهات في طريق تنظيم المجتمع اللي هو الاهتمام بالتنمية المحلية، وخاصة تنمية المجتمعات المحلية، القرى والمدن والمجتمعات الكوميونيتي هذه الصغيرة، يعني لابد نهتم بها وبتنميتها، لأن الاهتمام بالمجتمعات الصغيرة المحلية وتنميتها وتقدمها يساعدنا على تقدم المجتمع ككل. في عندنا أيضا مفهوم التنسيق في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدأ يأخذ مفهوم التنسيق يتحول إلى التخطيط، فأصبحت اليوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا تقوم بالتنسيق فقط، بل بدأت تأخذ بأسلوب التخطيط العلمي الذي يقوم على مفهوم المشكلة ودراستها واستخدام البحث العلمي في معرفة المشكلات على أساس علمي ووضع الخطط للعلاج وتنفيذ هذه الخطط على أساس علمي. إذن مفهوم التخطيط بدأ يعني اتباعه أيضا في طريق تنظيم المجتمع على أساس معرفة حاجات ومشكلات المجتمع ودراستها دراسة علمية ووضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. ولذلك اليوم تحول مفهوم التنسيق في تنظيم المجتمع إلى مفهوم التخطيط، بدأت تأخذ طريقة تنظيم المجتمع بالتخطيط. أيضا الانطلاق اليوم في طريقة تنظيم المجتمع للتعامل مع مواقف الإجماع إلى التعامل مع مواقف النزاع الاجتماعي. اليوم ما بتعملش بس بموضوع الإقناع والاتفاق، اليوم في استراتيجيات أخرى عندنا
استراتيجيات الصراع، استراتيجيات الضغط. فلذلك من هنا بنحول أو أصبح هناك مفهوم في طريقة تنظيم مجتمع من استراتيجيات، نأخذ باستراتيجية الإقناع والإجماع، ونأخذ أيضا باستراتيجية الضغط أو استراتيجية النزاع كذلك والصراع. من أجل ماذا؟ من أجل إحداث التغييرات اللازمة في المجتمع لصالح المجتمع. فلذلك من هنا بنركز على مواقف الإجماع في طريقة تنظيم المجتمع، بالإضافة إلى التعامل مع مواقف النزاع الاجتماعي. أيضا من الاتجاهات المعاصرة في تنظيم المجتمع تصعيد اهتمامات طريقة تنظيم المجتمع للتعامل مع المجتمع الكبير. كانت أول ما نشأت طريقة تنظيم المجتمع تتعامل مع الكوميونيتي أورجانيزيشن اللي هو تنظيم المجتمعات الصغيرة، لكن اليوم أصبحنا نتعامل مع السوسايتي، مع المجتمع الكبير وليس مع المجتمع الصغير. فاليوم أصبح لها دور كبير طريقة تنظيم المجتمع في التعامل مع المجتمع الكبير، وخاصة في المشكلات العامة التي تهم المجتمع الكبير ذات الطابع القومي. فلذلك من هنا أصبحت تتعامل مع مثل هذه المشكلات القومية، بدل ما كانت طريقة تنظيم المجتمع تتعامل مع المشكلات المحلية فقط، المشكلات التي لها طابع يعني قومي، يعني زي بعض الدول التي يكثر فيها مثلا تكاثر النسل، النسل الكبير، هذه مشكلة قومية. طب مشكلة دولة فقيرة وفيها عدد من السكان كثير جدا، مش هذه تحتاج إلى كيفية مواجهة هذه المشكلة؟ فمن هنا بنتعامل مع مثل هذه المشاكل القومية، وخاصة المجتمعات ذات الكثرة السكانية وقلة الموارد لديها. فلذلك هنا بنتعامل مع مثل هذه المشكلات. فطريقة تنظيم المجتمع اليوم تتعامل مع المشكلات القومية التي لها طابع قومي. أيضا الربط بين المجتمع الكبير والمجتمع الصغير، يعني بين المجتمع الكبير الدولة ككل وبين المجتمعات المحلية القرى والمدن وغيرها الصغيرة، لأن معالجة المشكلات في المجتمع الكبير، مشكلات قومية ونعالجها بتأثر على المجتمعات المحلية، وكذلك مشكلات محلية نعالجها تؤثر على المجتمع القومي ككل. فلذلك من هنا المشاكل لها ارتباط مع بعضها البعض. فلذلك أي مشكلة نعالجها في المجتمعات المحلية تنعكس على المجتمع الكبير، وأي مشكلة قومية نعالجها في المجتمع الكبير تنعكس آثارها على المجتمعات المحلية. فلذلك من هنا أصبحت طريقة تنظيم المجتمع اليوم تهتم بالمشكلات الكبيرة القومية والمشكلات المحلية الصغيرة. الاهتمام أيضا بتنظيم سكان المجتمعات المحل لخدمة أنفسهم. لماذا؟ لأنه لابد أن نركز أنه الخدمة لا تقدم ولا تفرض على المجتمع من الخارج، لابد أن ينبع الحل من داخل المجتمع، من داخل سكان المجتمع، وأن نشركهم في حل مشكلاتهم. فلذلك اليوم طريقة تنظيم المجتمع بدأت تأخذ بمبدأ المشاركة عن طريق سكان المجتمع أن يشتركوا في فهم مشكلاتهم وفي معرفة هذه المشكلات المعرفة الصحيحة، وبعد ذلك يضعون الخطط العلاجية. فطريقة تنظيم المجتمع تساعدهم على وضع العلاج لمشكلاتهم التي يعانوا منها، أفضل مما أن يكون هناك حلول جاهزة للمشكلات تفرض على سكان المجتمع. أيهما أفضل؟ أن نفرض حلا على سكان المجتمع أم يكون هناك حلا ينبع من سكان المجتمع؟ ينبع من سكان المجتمع. فلذلك اليوم بدأت طريقة تنظيم المجتمع تأخذ بهذا المفهوم الحديث، وهو أن يكون الحل نابعا من سكان المجتمع عن طريق مشاركتهم في حلول مشكلاتهم. واضح؟ وهذا طبعا بتكون أفضل، اللي هي الحلول النابعة من سكان المجتمع واشتراكهم في حل مشكلاتهم. في عندنا أيضا من الاتجاهات المعاصرة في الغرب اللي هي اهتمام تنظيم طريقة تنظيم المجتمع بعلاج المشكلات المجتمعية، ولذلك أحيانا بيطلق عليها تأهيل المجتمع، المشكلات المجتمعية اللي هو تأهيل المجتمع في علاج مشكلاته. أيضا من الاتجاهات المعاصرة في طريقة تنظيم المجتمع ظهور عدد من الأدوار للمنظم الاجتماعي،
يعني أدوار المرشد والخبير والمعالج والمساعد والمطالب والوسيط والدور الثوري والمنظم والمعارض وغيرها من الأدوار، وتكامل هذه الأدوار مع بعضها البعض، وهذا بيؤدي إلى يعني لابد من يعني الدقة في معرفة الدقة في هذه الأدوار ومعرفة المشكلة وإيجاد الدور الملائم في معالجة المشكلة. أيضا أهمية تكامل طرق الخدمة الاجتماعية، أهمية تكامل طرق الخدمة الاجتماعية. لا تكون طريقة تنظيم المجتمع منفصلة عن خدمة الفرد أو خدمة الجماعة، اليوم هناك تكامل بين الطرق الثلاث. هذه هي أهم الاتجاهات المعاصرة في الغرب. الآن بدنا نعرف ما هي الاتجاهات المعاصرة أو الحديثة في العالم العربي، في البلدان العربية. إيش هو الاتجاهات المعاصرة؟ عرفنا الآن في العالم إيش هي الاتجاهات المعاصرة لتنظيم المجتمع. بدنا نعرف في العالم العربي إيش الاتجاهات المعاصرة. طبعا احنا كما نعلم بأن الخدمة الاجتماعية وبطرقها المختلفة طبقت في مصر وبعد ذلك انتقلت إلى بعض الدول العربية، فلذلك من هنا في بعض القضايا في تطور طريقة تنظيم المجتمع حدث عندنا محاولات لتوطين الخدمة الاجتماعية اللي هي ما يناسب المجتمع العربي، ما يناسب المجتمع العربي وظروف المجتمع العربي، فلذلك من هنا أخذنا بعملية التوطين. طبعا في توطين أول شيء في مصر، بعد ذلك اليوم أصبح توطين عندنا في فلسطين للخدمة الاجتماعية، أصبح عندنا توطين في الدول العربية المختلفة، انتقل بعد ذلك لأنه مفهوم الخدمة الاجتماعية ورد إلينا من الغرب كمهنة، نشأت في أمريكا وفي الغرب ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوطن العربي، أول ما انتقلت إلى جمهورية مصر العربية ثم انتقلت إلى باقي الدول العربية، ومن هذه الدول مجتمعنا الفلسطيني. فاليوم نحن هناك توطين لمهنة الخدمة الاجتماعية بحيث تتناسب مع عاداتنا أو مع عقيدتنا في الأول، مع عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا. هذا هو التوطين، هذا هو التوطين، ليس أن ننقل الخدمة الاجتماعية من الغرب أو من أمريكا كما هي بمبادئها، بل لابد من توطينها حسب قيمنا وعقيدتنا وعاداتنا وحسب أيضا أعرافنا. واضح؟ هذا معنى التوطين. أيضا ازداد الاهتمام بممارسة طريقة تنظيم المجتمع في المؤسسات الثانوية للخدمة الاجتماعية. اليوم الخدمة منتشرة في المدارس، منتشرة في المستشفيات، منتشرة أيضا في المصانع، هذه كلها بنسميها مؤسسات ثانوية للخدمة الاجتماعية. أيضا في مؤسسات كثيرة اجتماعية موجودة الخدمة الاجتماعية تقدم بطريقة مباشرة، وأيضا تنظيم طريقة تنظيم المجتمع تقدم خدماتها بطريقة مباشرة في المؤسسات الثانوية. في عندنا أيضا تراكم الخبرات الميدانية اليوم طريقة تنظيم المجتمع، يعني اتجهت إلى تراكم الخبرات في المجتمعات الريفية وعمل كثير من التجارب عمل تجارب اجتماعية ناجحة في القرى، وكذلك عمل تجارب ناجحة في المدن، لم يقتصر عملها على المدن فقط للمجتمعات الحضرية، بل اليوم طريقة تنظيم المجتمع تمارس خدماتها وتمارس نشاطها وتمارس تجاربها العلمية في القرى الريفية. لماذا؟ لتنمية القرية، تنمية القرية، لأن القرية تحتاج إلى مزيد من الخدمات التنموية، فلذلك بدأت الخدمة الاجتماعية عامة وطريقة تنظيم المجتمع خاصة تهتم بتنمية القرى الريفية المختلفة في المجتمع. أيضا بدأت طريقة تنظيم المجتمع تهتم بدراسة بعض المشكلات القومية، مثل ماذا؟ مثل الأمراض المتوطنة في بعض الدول، مثل البح والأمية، مثل تنظيم الأسرة، ولربط أهداف طريقة تنظيم المجتمع بالأهداف القومية العامة، فلذلك من هنا لها دور في المشكلات القومية. أيضا اتجهت إلى البحث العلمي، طريقة تنظيم المجتمع لا تقوم إلا على أسس علمية، والاهتمام بالبحث العلمي لكي نعرف مشكلات المجتمع وحاجات المجتمع ووضع الخطط اللازمة لهذه الحاجات
ولإشباع الحاجات ولحل مشكلات المجتمع. فلذلك بدأت تأخذ بالإيه؟ بالبحث العلمي الحديث. هذه هي يعني أهم اتجاهات الحديثة في العالم العربي. اليوم عندنا متطلبات معاصرة هذا الأخصائي اللي هي مهارات البحث العلمي، مهارات البحث العلمي. طبعا ضروري جدا احنا في البحث العلمي، وهذه اتجاهات حديثة ايضا لابد ان ناخذ بها، المهارة في دراسة المشكلة وتشخيصها ووضع خطط العلاج عن طريق التخطيط والتنفيذ. في عندنا ايضا بالنسبة للبحث الاجتماعي مهم جدا، ولذلك احنا اليوم بندرس مساق اسمه مساق مناهج البحث الاجتماعي، هذا بندرسه كمساق مستقل يعني في لطلبة الخدمة الاجتماعية. لما للبحث من أهمية في الخدمة الاجتماعية، فلذلك البحث الاجتماعي لابد أن يكون أن يعني يكون نفسه أو يكون مكوناته المهنية والعلمية اللي هو معرفة مناهج البحث العلمي بخطواتها المختلفة وأنواع البحوث. ففي عندنا كثير من البحوث مثل المسح الاجتماعي، مثل منهج دراسة الحالة، مثل منهج التجريبي، المنهج التاريخي، المنهج الإحصائي، كثير من المناهج. هذا إن شاء الله بندرسها لكم بالتفصيل في مناهج البحث العلمي الفصل القادم. طبعا البحث العلمي دائما يأخذ بمبدأ المشاركة، إنه البحث العلمي لا يقوم به الأخصائي الاجتماعي لوحده، لابد أن يشرك المجتمع في الدراسات العلمية والبحوث العلمية حتى تكون نتائج البحوث نابعة من المجتمع بمشاركة مجتمعية. وهذا أصبح اليوم اتجاه معاصر، أن نشرك سكان المجتمع في عمل البحوث الاجتماعية لمعرفة مشكلات المجتمع ووضع الخطط اللازمة لحل هذه المشكلات. وهنا بكون أقوى، عندما نشرك سكان المجتمع بكون أقوى مما لو عمل الأخصائي البحوث لوحده، لابد أن يشرك سكان المجتمع في مثل هذه البحوث. طيب خلصنا الاتجاهات المعاصرة في الخدمة الاجتماعية وعامة وفي تنظيم المجتمع خاصة، وأخذنا الاتجاهات المعاصرة في الغرب والاتجاهات المعاصرة في وطننا العربي، وهذه الاتجاهات كلها نأخذ بها أيضا في مجتمعنا الفلسطيني كاتجاهات معاصرة للخدمة الاجتماعية عامة وطريقة تنظيم المجتمع خاصة. اليوم أيضا سنتناول كذلك موضوع جديد، وهو موضوع إعداد المشاريع، إعداد مقترحات المشاريع. الموضوع الآخر اللي نتحدث فيه إعداد مقترحات المشاريع اللي هي البروبوزلز، هذه المشاريع اللي هي إعداد مقترحات. فلذلك من هنا مهم جدا هذا الموضوع في تنظيم المجتمع. عندما يعمل الأخصائي في الاجتماعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يعني عادة ما تطلب منه المؤسسة عمل مشاريع، فلذلك هذه المشاريع تحتاج إلى مواصفات معينة ولنقدمها للجهات المانحة لهذه المشاريع. فلذلك هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الآن موضوع هام جدا، وهو إعداد كيفية إعداد البروبوزل اللي هو المشروع المقترح اللي نقدمه في المؤسسة للرعاية الاجتماعية، وبعد ذلك نقدمه إلى الجهات المانحة حتى تمنحنا اللي هي الجوانب المالية، سواء كانت مؤسسات داخلية أو مؤسسات خارجية. هذا في له مواصفات معينة المشروع. ما هي مواصفات المشروع؟ طبعا في عندنا حسب الرسمة، في عندنا اللي هو اسم أول شيء مقدمة عن المشروع، بدنا نعمل مقدمة ما هو المشروع، ملخص عنه. بعد ذلك اسم المشروع، ما هو المشروع في رعاية الشباب، في عن المرأة ومشكلات المرأة، عن المعاقين مثلا، يعني عن تنمية المجتمع المحلي، عن إنشاء مدرسة، عن إنشاء مستشفى، عن إنشاء نادي للشباب. هذا المشروع بدنا نكتبه باسمه وبعد ذلك مواصفاته. مين هم الشركاء لنا في المشروع؟ هيكونوا شركاء في المشروع، هل المؤسسة نفسها ولا في مؤسسات أخرى شريكة معها؟ كذلك
الممولون للمشروع سواء من داخل المؤسسة أو من الشركاء من أو من المؤسسات الموجودة في المجتمع، الجهات الممولة للمشروع، هذا أيضا بنبينها. كذلك مدة المشروع، مدته كم المشروع حيكون؟ مدة سنة، ست شهور، سنتين، ثلاثة، نحدد المدة الخاصة للمشروع. لا، هو نقيم المشروع، كم يحتاج إلى الوقت، ما هو هذا المشروع لإقامته، كم يحتاج من الوقت لإقامته، فهذه بنحددها اللي هي مدة المشروع اللازمة. أيضا الميزانية اللازمة لعمل المشروع، الميزانية من الإيرادات اللازمة للمشروع للإنفاق عليه، وأيضا المصروفات. إذن ما هي الموارد المالية اللازمة للمشروع منذ بدء القيام به إلى الانتهاء منه، اللي هي تتعد الميزانية عبارة عن الإيرادات والمصروفات، وهذه لابد تكون واضحة أيضا. كذلك في شيء مهم جدا وهو الهدف الرئيسي من المشروع. ما هو الهدف الرئيسي للمشروع والأهداف الجانبية للمشروع؟ هذه كلها لابد أن نبينها، الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية للمشروع. كذلك الأشخاص المتوقع استفادتهم من المشروع، لو كان مشروع شبابي مين الأشخاص المتوقع استفادتهم؟ لو كان نادي للشباب، الشباب، واضح؟ أيضا الأشخاص الذين ستعمل معهم المؤسسة لتنفيذ المشروع، مين هم الأشخاص؟ لابد نبينهم أيضا من هم الأشخاص وما هي الجهات التي ستعمل معهم المؤسسة، هذه لابد كلها تكون واضحة في المشروع. كذلك أهداف المشروع، الهدف الرئيسي والأهداف الفرعية، ما هي الأهداف الخاصة بالمشروع؟ المشروع ما هي محتوياته؟ على ماذا يحتوي؟ لو كان نادي للشباب مثلا، على ماذا يحتوي؟ على ملاعب، على مكان ساحة كبيرة للشباب، على مثلا أدوات رياضية، ملاعب كرة قدم أو ملاعب كرة سلة أو طائرة أو غير ذلك، أو معدات وآلات رياضية، هذه كلها بدنا نبينها في المشروع اللي هي محتويات المشروع. كذلك الأسباب اللي ترغب المؤسسة بتنفيذ هذا المشروع لأجلها، لماذا إحنا بدنا نعمل هذا المشروع؟ المبررات اللازمة لعمل المشروع. أيضا المشكلة الرئيسية للمشروع، كذلك ميزانية المشروع بدنا نبينها تفصيلا، الإيرادات والنفقات من بداية المشروع إلى نهايته، ما هي المبالغ اللازمة وكيف تنفق هذه المبالغ على المشروع، واضح؟ منذ إنشاء المشروع إلى أن ننتهي منه، هذه بدها تكون باينة في المقترح اللي هو مقترح المشروع. هذه هي باختصار النقاط الرئيسية اللازمة لإقامة أي مشروع أو عمل أي مشروع نقدمه باسم المؤسسة التي نعمل فيها إلى الجهة المانحة، سواء كانت هذه الجهة المانحة في الداخل أو في الخارج، فلذلك بيطلبوا منا عمل المشاريع، فحتى تكون عملها منظم لابد أن تحتوي على النقاط اللي احنا ذكرناها، فبدي كل طالبة تلم بهذا المشروع اللي هي المحتويات اللازمة لعمل المشروع، هذه محتويات رئيسية. طبعا هذا بيقبل كل مشروع بدنا نقوم به، سواء كان مشروع للشباب زي نادي اجتماعي مثلا، مثلا عمل مدرسة، عمل مستشفى، عمل مثلا جمعية لتنمية المرأة، ممكن تكون مشاريع لعمل دورات تدريبية للمرأة ورعاية الأسرة ومعالجة مشكلات الأسرة وغير ذلك، هذه كلها مشاريع، فممكن المشاريع هذه يعني له دور كبير في المؤسسات الرعاية الاجتماعية. فإحنا المطلوب منا في تنظيم المجتمع نعرف النقاط الرئيسية التي يحتوي عليها المشروع، وعندما تطلب منا المؤسسة عند عملنا في المؤسسات الرعاية الاجتماعية أن نقوم بعمل المشروع حسب اللي هي الخطوط الرئيسية التي ذكرنا، واضح؟ هذه مهمة جدا، وكثير من يعني من العاملين في المؤسسات يجهلون مثل هذه المشاريع على هذا الأساس، فلذلك لابد من توضيح الرؤية. نعم، بالترتيب، نعم، بهذا الشكل. ولذلك أنا كثير من الطلبة اللي درسناهم في تنظيم مجتمع وشرحنا لهم عن المشاريع عملوا اشتغلوا في مؤسسات، فأصبح يقولون والله يا دكتور احنا استفدنا من الملخص العام اللي ذكرته لنا في المشاريع واحنا اتبعنا الخطوات،
فقدم فالمؤسسات اللي قدمت إليها قالوا ما شاء الله يعني هذا يعتبر تنظيم ويعني شيء يعبر عن المؤسسة بأنها يعني تتبع الأسلوب العلمي في تقديم مشاريعها يعني. فلذلك هذا لابد من الالتزام به وفهمه فهما جيدا، وممكن تطبقوه على مشاريع حيوية. فلذلك بطلب من كل طالبة أن تأخذ هذه المواصفات وتعمل لنا مشروع. تفرض أنها بتعمل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية أيا كانت هذه المؤسسة حسب نشاطها وحسب أهدافها، وتقوم تعمل لنا مشروع لهذه المؤسسة وتطبق اللي هي محتويات المشروع المقترح. واضح؟ فيا حبذا كل مؤسسة هذا اعتبروا نشاط معها. نشاط. نعم. اعملوا برضو اعملوا في تنظيم المجتمع، اعملوا هذا المشروع لأنه مشروع مهم جدا. كل طالبة تجلس وتقعد وتشوف إيش اللي هي المؤسسة اللي بدها تشتغل فيها وتعمل مشروع حسب النقاط اللي احنا ذكرناها. في أي سؤال في موضوع المحاضرة اليوم؟ طيب لا، مطلوب منا إن شاء الله حنشرحه في المحاضرة القادمة. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكنا في المحاضرة القادمة. إلى أن نلتقي بكنا في المحاضرة القادمة لكنا مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.